جيد. لاعب الأنيق السابق مروان عباس يؤكد بأن هناك تواطؤ كبير من لجنة التراخيص مع نادي الطلب. نتابع. صراحة احنا لحد الآن ما نعرف شنو اللي بيصير، يعني يا اللي يقدر يروح له ما يعطينا صراحة الحقيقة يعني الكاملة. استاذ محمد العبودي يقول نادي الطلب قبل كم يوم طلع صرح بالإعلام قال نادي الطلب احنا مرخصين، زين اعطينا كتاب رسمي يثبت انه النادي، لحد الآن ماكو كتاب رسمي، بس إعلام بس حكي. احنا اللي في المسابقات اليوم نادي الطلبة شارك، شلون شارك؟ قال احنا ما جاينا كتاب، على أساس نوقف نادي الطلبة؟ غير يجينا كتاب من لجنة التراخيص، روح على استاذ محمد العبودي يقول خليه يخاطبون بكتاب رسمي. زين لجنة المسابقات يقول شلون احنا نخاطبهم؟ احنا اللي نخاطبهم غير هم اللي ما رخصوا يدزون الكتاب حتى نوقفهم؟ يقول ما نخاطبهم احنا حتى تصير الشكوى علينا احنا. زين احنا الولد اللي استلموا احنا وياهم نفس القضية. استلموا قسم احنا بقينا قسم، يابا ليش؟ حكينا ويا استاذ علي جبار يقول انا ما ادري بيهم دول الباقيين منو؟ زين انت موقع هذا الكتاب، هو موقع استاذ علي جبار، شلون ما يدري بيه هو موقع؟ شلون كلام هذا؟ اليوم انتم ايش قد المبلغ تطلبون انتم اللاعبين؟ اللاعبين ككل تقريبا 550 الى 600 مليون كلاعبين احنا. تحس التراخيص واقفة مع الطلبة على حساب الله؟ أنا ما أريد أظلمهم يعني صراحة، بس لحد الآن دا أشوف إنه الحقيقة مبهمة، يعني أنا من دا أحس إنه هذا الإحساس ما ينطوني حقي، أشوف أكو يعني نوع من أنواع التواطؤ نقدر نقول، ويعني إنه الطلبة إحنا اشتكينا بالاتحاد الآسيوي والاتحاد كله راح يتعاقب من وراء هذا القرار.